سوزوكي الأولى من عام 1955، الفكرة بدأت في اليابان عام 1909. في عام 36 أرادت سوزوكي طرح وسيلة نقل للناس، بداية بدراجات آلية، تبعها في ستينات القرن الماضي موديل سوزولايت. وقبل 35 سنة تمكنت الشركة اليابانية من دخول السوق الألماني. انطلاق سوزوكي في ألمانيا كانت عام 80 عبر هذا الموديل LJ80، واليوم أنظر إليه كسيارة غير مريحة ومحركها مزعج، لكن هذا الوضع قد تغير الآن. عندما طرحت في أسواق اليابان عام 1970 أول سيارة للطرق الوعرة، لم تكن سوزوكي معروفة في ألمانيا سوى كشركة لإنتاج المحركات، غير أن هذا الأمر تغير بسرعة مع نجاح الفئة LJ. ها قد جاءت LJ، إنها أكثر السيارات جنوناً ومرحاً وتوفيراً للوقود في العالم، وقد أصبحت مناسبة تماماً للمدن، رغم أن تطويرها كان يهدف لاستخدامها للأغراض العسكرية. السيارة LJ تنزل شوارع ألمانيا بأسعار منخفضة كسيارة متعددة الاستخدامات ذات دفع رباعي. طرحت سوزوكي في أسواق ألمانيا في عام 1980 من خلال السيارة LJ80 بسعر مناسب للكثيرين، وفي السنوات التالية طرحت سوزوكي أولى سياراتها الصغيرة مثل سويفت، فضلا عن لاين أب، وهي سيارات صغيرة ذات دفع رباعي. استغلال المساحة في نطاق ضيق ومحرك بثلاث أسطوانات، هكذا حققت سوزوكي الصغيرة ألتو نجاحاً كبيراً في عام 1981. وفي منتصف التسعينات ظهرت السيارة الكابرولي بمقعدين سوزوكي كابوتشينو، وتم طرح 140 سيارة فقط في السوق الألماني. هذه السيارة الخفيفة المرحة حازت إقبالاً رغم أن هذا الطراز كابوتشينو كان مطروحاً في اليابان أوائل التسعينات. اشتهرت سوزوكي أيضاً في مجال سيارات النقل الصغيرة، وكانت البداية في أوائل الستينات عندما انتشرت سياراتها في أنحاء العالم. السيارة كانت حملت اسم كاري، وكانت مثالية عملياً بفضل ارتفاعها لمتر وستة وثمانين سنتيمتراً. يلعب الدفع الرباعي دورا هاما في سوزوكي، لذا سنحرص على مواصلة إنتاج هذه السيارات، وتحديدا السيارة IM4 التي طرحناها في معرض جنيف وسيتم طرحها قريبا في ألمانيا. إنها سيارة صغيرة وذات دفع رباعي، وكذلك فقد زودنا السيارة فيتارا بنظام دفع رباعي ذكي. وكما ترون فإن لدينا تشكيلة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي تناسب جميع المواقف. السيارة فيتارا لا تجمعها قواسم مشتركة مع السيارة LJ80، فهي أكثر اتساعاً والتروس مثالية، كما أن إنتاجها أفضل ويناسب احتياجات العصر. لهذه الأسباب تزيد فرص سوزوكي في المستقبل، وخاصة في مجال سيارات الدفع الرباعي.